السلام عليكم طلاب الكرام، طلاب الصف الثاني الثانوي في أي مكان في جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة، محاضرة من محاضرات الشرح بتاعتنا اللي بنشرح وبنراجع وبنحل تدريبات على المنهج كاملا من البداية للنهاية، واللي بدأناه بالمحاضرة الأولى واللي شرحنا فيها الأدب كاملا، والرابط موجود عندك في صندوق الوصف. بعد كده دخلنا في المحاضرة الثانية وبدأنا في فرع النحو، واللي بدأنا بأول محاضرة واللي شرحنا فيها بالتفصيل أسلوب التعجب شرحناه بالكامل وأجبنا على مجموعة كبيرة من التطبيقات. وبنوصل مع بعض النهاردة إن شاء الله تعالى للمحاضرة الثالثة واللي مكملين برضو فيها في النحو، اللي قلنا أربع محاضرات ورا بعض للنحو، وبعديها هنبدأ ننتقل لفرع جديد إن شاء الله تعالى من الفروع بتاعتنا. محاضرة النهاردة إن شاء الله تعالى عندنا أسلوب أو تاني أسلوب موجود عندنا في المنهج، وهو أسلوب الاختصاص. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة ما ننساش شير لايك سبسكرايب، سيب لنا تعليق بأي حاجة أنت مش فاهمها، أو سيب لنا تعليق بأي حاجة. تفاعلك معانا بيخلينا مكملين، تفاعلك معانا بيخلينا مستمرين. شارك الخير مع أصحابك، شارك القناة مع أصحابك، عرف كل الناس باللي احنا بنعمله معاك هنا على القناة، لأن ده بيفيدك وبيفيد غيرك إن شاء الله تعالى كنوع من أنواع نشر الخير ونشر العلم ما بينك وما بين جميع الزملاء، بدل ما أنت بتستأثر بيه لنفسك. هنبدأ النهاردة إن شاء الله تعالى نتعرف على محتوى المحاضرة بتاعتنا، المحاضرة الثانية من محاضرات شرح النحو، واللي بنشرح فيها بالتفصيل إن شاء الله النهاردة أسلوب جديد من الأساليب، وهو أسلوب الاختصاص. ومن بعدها بنبدأ نجاوب مجموعة من التطبيقات والاختبارات على أسلوب الاختصاص. يلا بينا يا شباب هنبدأ المحاضرة بتاعتنا. لو بتحب تاكل حاجة أو تشرب حاجة أو أيا كانت الحاجة حطها قدامك عشان نبدأ واحدة واحدة. معاك كشكول، سجل معانا أهم الملاحظات اللي هنتكلم عليها، لأنها هتسمع كلام كتير جدا 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 إن شاء الله تعالى، وكلام ممكن تكون ما سمعتش زيه أصلا. هنبدأ مع بعض المحاضرة، يلا بينا واحدة واحدة. بس ما ننساش لو أنت لسه ما اشتركتش انزل اشترك دلوقتي. يلا بينا يا شباب بسم الله نبدأ المحاضرة بتاعتنا. نبدأ الكلام عن أسلوب الاختصاص. تعالوا مع بعض نعرف يعني إيه أسلوب اختصاص. أسلوب اختصاص بمنتهى البساطة معناه إن هو أسلوب بيذكر فيه، تمام كده، أو بيذكر فيه ضمير للمتكلم غالبا أو للمخاطب أحيانا، وبعده اسم منصوب يسمى مختصا يأتي لتفسير الضمير. بمنتهى البساطة يا جماعة، أسلوب الاختصاص عبارة عن ضمير متكلم أو مخاطب، بعد الضمير ده بيجي حاجة اسمها المختص. المختص ده بيكون إعرابه مفعول به. إيه قيمة المختص اللي بيجي ده؟ بيجي لتفسير هذا الضمير عشان يبين للضمير ده هو إيه. اديني أمثلة. لما أقول نحن المسلمين قدوة للعالم، الضمير لازم يكون للمتكلم وممكن أحيانا يكون للمخاطب. فأدي الضمير اللي أنا استخدمته اللي هو كلمة مين؟ كلمة نحن، تمام. هتيجي بعديه كلمة منصوبة اللي هي كلمة مين؟ كلمة المسلمين. هو ده أسلوب الاختصاص، أدي ضمير للمتكلم اللي هو نحن، بعديه كلمة منصوبة تسمى المختص اللي هي كلمة المسلمين، بعدها بيكمل الجملة عادي خالص. طيب أنا عايز أتعرف على إعرابها وأقدر أعرب الكلام ده. أولا تعرب الكلام عادي خالص كأن الاختصاص ده مش موجود أصلا، فأكيد نحن بالنسبة لنا هنا فهي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. نحن إيه؟ قدوة للعالم، يبقى كلمة قدوة بالنسبة لنا هنا الإعراب بتاعها خبر. يتبقى عندي إعراب المختص. مين المختص؟ اللي هي الكلمة المنصوبة اللي بتيجي بعد ضمير المتكلم أو ضمير مين؟ المخاطب أحيانا. يبقى الكلمة المنصوبة اللي هي كلمة المسلمين، الإعراب بتاعها إعرابها بيكون بمنتهى البساطة هي المختص، وإعرابها مفعول به منصوب، وطبعا هنا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أقصد. طيب هنا بالنسبة لي المختص اللي هو المسلمين إيه قيمته؟ جاء لتفسير الضمير قبله، فبيفسر للضمير نحن اللي أنا ذكرته ده بقصد بمين، فعرفت إن أنا بقصد بالمسلمين، فده الفايدة بتاعته. أدي أسلوب الاختصاص. يبقى هنا أسلوب الاختصاص عبارة عن ضمير للمتكلم أو المخاطب، بعديه المختص اللي هو كلمة المسلمين يعرب مفعول بالفعل محذوف،
تقديره أخص أو تقديره أعني أو تقديره أقصد، أي أخص المسلمين أو أعني المسلمين أو أقصد المسلمين، تمام؟ والمختص ده بيكون منصوب دايما وبيأتي لتفسير هذا الضمير. اديني مثال كمان، لما أقول بنا العمال الخير، آدي الضمير بالنسبة لي ضمير المتكلم اللي هي في كلمة بنا، المختص بالنسبة لي اللي هو كلمة العمال، بعد كده الخير، كأن دي مش موجودة في البداية. بنا هنا المفروض الباء ايه؟ حرف جر. الناء هنا ضمير متصل في محل جر اسم مجرور. اذا بنا بالنسبة لنا هنا المفروض ان هي شبه جملة. يبقى شبه الجملة بنا هنا في محل رفع ايه؟ في محل رفع خبر مقدم. تمام. بنا الخير، يبقى المفروض هنا الخير الاعراب بتاعها هيكون بمنتهى البساطة مبتدأ مين؟ مبتدأ مؤخر. يتبقى عندي إعراب كلمة العمال، العمال الإعراب بتاعها عادي خالص، مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني أو أقصد، جاء لتفسير الضمير. مثال كمان، إننا الطلاب محترمون، يبقى هنا برضو المختص اللي هو الطلاب جه بعد ضمير المتكلم اللي هو الناء في كلمة إننا. طبعا إن هنا حرف ناسخ، الناء في كلمة إن ضمير متصل في محل نصب اسم مين؟ اسم إن. إننا الطلاب منا محترمون، يبقى محترمون إعرابة هنا هتبقى خبر مين؟ خبر إن مرفوع بالواو. يتبقى عندي إعراب كلمة الطلاب هي اللي إعرابها مفعول به الفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أقصد، كل ده جاي الضمير بعد ضمير مين؟ المتكلم. وممكن يأتي بعد ضمير المخاطب، زي لما أقول عليكم المعلمين العمل، هي جاية بعد ضمير المخاطب اللي هي الكاف في كلمة عليكم. طبعا هنا على حرف جر، الكاف ضمير متصل في محل جر اسم مجرور. إذن عليكم بالنسبة لي هنا المفروض إن هي شبه جملة في محل رفع إيه؟ في محل رفع خبر مقدم. تمام. العمل، يبقى خلاص العمل الإعراب بتاعها هنا مبتدأ إيه؟ مؤخر. طب إعراب كلمة المعلمين، ها خلص الكلام، إعراب كلمة المعلمين هنا مفعول به الفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أقصد، ده بمنتهى البساطة. تمام. ركز معايا كده ثواني، الصور اللي بيجي عليها المختص، إيه الأشكال اللي بيجي عليها المختص؟ المختص ممكن يأتي على ثلاث أشكال. أول حاجة ممكن يأتي المختص معرفا بأل، زي لما أقول نحن العرب كرام، فالمختص هو جاي معرف بأل اللي هو كلمة العرب مفعول بالفعل محذوف تقديره أخص. وممكن المختص يأتي مضاف إلى معرفة، يعني هو يجي نكرة وبعديه كلمة معرفة، زي لما أقول نحن شباب مصر ندافع عن الوطن، طبعا نحن في محل رفع مبتدأ، ندافع عن الوطن بالنسبة لنا خبر، المختص بالنسبة لنا شباب مصر، شباب مفعول بالفعل محذوف، مصر بالنسبة لنا هنا الإعراب بتاعها مضاف إليه، فأصبح المختص هنا جاء مضافا إلى معرفة، يعني بعديه معرفة. الحالة الوحيدة الأخيرة للمختص إن هو يأتي بعد أيها أو أياتها، أي بتأتي للمذكر وأياتها بتأتي لمين؟ للمؤنث. وقال لك يأتي بعدها اسم معرف بأل، يعني بعد أيها وأياتها لازم هتيجي كلمة معرفة بأل. فلو الكلمة دي مشتقة تعرب نعت، وعرفنا قبل كده كلمة مشتقة يعني أقدر أجيب منها فعل، زي كلمة الطالب أقدر أجيب منها فعل اللي هو كلمة طلبة. وإذا كانت جامدة، جامدة يعني مفيش فعل مشتق منها، زي كلمة الفتاة ما أقدرش أجيب منها فعل. فإذا كانت جامدة تعرب نعت أو بدل، بمعنى أصح بعد أيها وأيتها يعرب نعت مرفوع وريح دماغي. اديني أمثلة، لما أقول علينا أيها الطلاب المذاكرة، آدي بالنسبة لي ضمير المتكلم اللي هو علينا، يتبقى عندي أيها الطلاب هو ده المختص. طب أي إعرابها إيه؟ مفعول به أو مختص، أي ثابت الإعراب بتاعها؟ مبني على الضم في محل نصب، يبقى هنا مفعول به مبني على الضم في محل نصب، أو مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب الهاء، احنا عارفين كده كده ان الهاء في أيها أو أياتها من خلال المنادى قبل كده ان الهاء للتنبيه. طب إعراب الطلاب بالنسبة لنا نعت مرفوع، لأن الكلمة هنا مشتقة من الفعل طلبة.
أما أيتها الفتيات، إعراب الفتيات، أقدر أقول نعت وأقدر أقول بدل. ليه؟ لأن الفتيات بالنسبة لنا هنا جامدة، وقلت إحنا شرحناها في النداء بشكل تفصيل النقطة دي. يبقى هنا حالات المختص تاني، معرف بأل مضاف إلى معرفة. الحالة التالتة أيها أو أيته. لو أيها أو أيته تعرب إيه؟ مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أو على طول مفعول به مبني على الضم في محل نصب. طب الهاء للتنبيه. طب اللي بعديها نعت مرفوع، وريح دماغي. خد بالك من الأمثلة دي، لما أقول لك دلوقتي أنا الطالب، يبقى المفروض إن أنا هنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وكلمة الطالب هنا ما ينفعش تكون مختص لأن ما عنديش خبر أصلا. يبقى الطالب هنا المفروض إن الإعراب بتاعها خبر. وما ننساش إن ده أسلوب قصر عن طريق تعريف الطرفين، المبتدأ والخبر. فالمبتدأ معرفة والخبر معرفة. طب لما أقول أنا طالب، نفس الكلام، أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وكلمة طالب بالنسبة لنا هنا الإعراب بتاعها خبر. طب لما أقول أنا الطالب أحب العلم، لا، في الحالة دي اختلفت. أنا أصبحت ضمير في محل رفع مبتدأ، أنا إيه؟ أحب العلم. فأصبحت الجملة الفعلية أحب العلم هنا هي اللي في محل رفع خبر. إذن كلمة الطالب الإعراب بتاعها هنا إيه؟ أصبحت كلمة منصوبة بعد ضمير من ضمائر المتكلم، فأصبحت هي المختص. ففي الحالة دي إعراب كلمة الطالب هيكون الإعراب بتاعها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وادي قدامك لو حابب ان انت تاخد سكرين للاعرابات اللي قدامنا. طبعا الطالب مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص او اعني او اقصد. ده كان نهايه الكلام عن اسلوب الاختصاص. طبعا قبل ما بنعمل اي حاجه في البدايه نحل تدريبات على الدرس، وبعد كده نروح للدرس اللي بعديه. نبدا يا شباب كده مع بعض واحده واحده اجابه تدريبات على اسلوب الاختصاص. السؤال الأول هنا بيقول الضمير الذي يأتي بعد الاسم المختص هو ضمير، طبعا ضمير المتكلم أو المخاطب غالبا، يبقى بيكون مين؟ المتكلم أو المخاطب. الاختيار المناسب بالنسبة لنا دال. نقطة رقم 2، العلاقة التي تربط بين الاسم المختص والضمير هي علاقة، طبعا الاسم المختص بيأتي لتفسير الضمير، يبقى العلاقة هي علاقة تفسير. الاختيار المناسب بالنسبة لنا باء. 3، ما يلي من الصور التي يأتي عليها المختص ما عدا، من الصور اللي بيجي عليها المختص ان هو يأتي معرف بأل وهو بيقول ما عدا. المضاف لمعرفة يأتي مضاف إلى معرفة هو بيقول ما عدا. المضاف إلى نكرة لا، المختص لا يأتي مضافا إلى نكرة، يبقى ما عدا الاختيار المناسب جه. المسبوق بأيها وأيتها، أيوة فعلا بيأتي مسبوقا بأيها وأيتها، يبقى الوحيدة اللي صح بالنسبة لي هي رقم جيم، هي ليست من حالات مين؟ المختص. المختص لا يأتي مضاف لنكرة. تمام. 4، نحن أيها الشباب قوام هذه الأمة، المختص في المثال، طبعا المختص كلمة مين؟ أيها، يبقى الاختيار المناسب بالنسبة لنا رقم ب، المختص أيها. 5، ميز أسلوب الاختصاص من بين الجمل التالية، نحن العرب بنو الإقدام والإحجام. أصلها نحن بنو الإقدام، يبقى إذن بالنسبة للمختص كلمة مين؟ كلمة العرب، يبقى هو ده أسلوب الاختصاص. وما النصر إلا من عند الله، دي جملة اسمية عادية خالص منفية. أحسن بأمجادنا، ده أسلوب تعجب. يا لعراقة الحضارة، ده نداء تعجبي، يبقى الاختيار اللي صح بالنسبة لنا ألف. 6، حافظوا أيها الأبناء على أرض وطنكم، استخدام الهاء في كلمة أيها، طبعا الهاء في أيها وأيتها القيمة منها هو التنبيه، يبقى للتنبيه الاختيار المناسب رقم دل. نقطة رقم 7، نحن، وعايز يحط مكان النقاط كلمة أيها المعلمين ولا المعلمين ولا المعلمين ولا معلمو مصر. أولا ما ينفعش أقول أيها المعلمين لأن الكلمة هنا منصوبة، والمفروض إن بعد أيها وأيتها بيكون مرفوع على إنه بدل أو نعت، نعت مرفوع. فكان المفروض يقول أيها المعلمون، يبقى ألف مرفوضة. وهنا رقم باء مرفوضة لأن قال لي معلمين بس جايبها نكرة، والمختص يا إما يكون معرف بقال يا إما مضاف إلى معرفة، فهنا جايبها نكرة ما ينفعش. يبقى الاختيار المناسب بالنسبة لنا رقم جيم، نحن المعلمين نهتم بأبنائنا. نحن مبتدأ، المعلمين مفعول به،
ونهتم بأبنائنا جملة فعلية خبر. وطبعا الرقم ده مش هينفع أقول معلمه مصر، لأن جايبها لي مرفوعة هنا، والمختص دايما لازم يكون منصوب، ما ينفعش إن هو يأتي مرفوع. تمام. نقطة رقم 8 بيقول: أنتم أيها العمال بنات الوطن. أنتم العمال بنات الوطن، إعراب العمال. طبعا أيها العمال بعد أيها وأيتها يعرب بالنسبة لنا نعت مرفوع، يبقى العمال هنا إعرابها نعت مرفوع. أما أنتم العمال بنات الوطن، لا، العمال هنا الإعراب بتاعها مفعول به، يبقى الاختيار المناسب بالنسبة لنا هو رقم جيم، نعت مرفوع مفعول به. نقطة رقم 9، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الأنصار تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. إعراب كلمة معشر، طبعا إنكم معشر الأنصار، يبقى إعرابها مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني أو أقصد معشر الأنصار، يبقى الاختيار المناسب جيم. نقطة رقم 10، البيت الذي يحتوي على أسلوب الاختصاص: نحن الملوك إذا أتوا في أهلهم، وإذا لقيت بنا رأيت أسودا. أيوة، هو ده بالنسبة لي أسلوب اختصاص. المختص بالنسبة لي كلمة الملوك جه بعد الضمير المتكلم نحن، والهجر أقتل لي، لا، بالنسبة لي ده أسلوب، المفروض إن هو أسلوب تفضيل. أيها السكان، أيها الساكن عيني ودمي، أين في الدنيا مكان لست فيه، ده أسلوب نداء. إن الأبي، لا، ده أسلوب جملة اسمية عادية خالص، يبقى أسلوب الاختصاص بالنسبة للاختيار المناسب ألف، نحن الملوك إذا أتوا في أهلهم وإذا لقيت بنا رأيت أسودا، يبقى الاختيار المناسب ألف. 11، أيها المخلصون وأيتها المخلصات، لنا المصريين تاريخ عريق بناه أجدادنا. صورة المختص، طبعا أيها المخلصون والمخلصات ده مش مختص لأن ده أسلوب نداء، يبقى صورة المختص هنا كلمة المصريين معرف بأل، يبقى صورة المختص الاختيار المناسب بالنسبة لنا رقم دال معرف بأل. أما أيها المخلصون والمخلصات دي أساليب نداء وليست اختصاص، لأن ما فيش قبلها ضمير للمتكلم أو المخاطب. نقطة 12، عليكم أيها الأبناء الدفاع عن وطنكم. استخدام أيها هنا أسلوب، طبعا ده بالنسبة لي أسلوب اختصاص، لأن أيها هنا جت بعد ضمير المخاطب اللي هي كلمة مين عليكم، يبقى أيها الأبناء هنا ده بالنسبة لي أسلوب لمين؟ للاختصاص. الاختيار المناسب بالنسبة لنا هو الاختيار رقم بقى. تمام. نقطة رقم 13، أنا أيها الأصدقاء أقدر المخلص في عمله. إعراب أيها، طبعا قلنا بمنتهى البساطة اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أو مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أو بنقول مفعول به مبني على الضم في محل نصب، يبقى في كل الحالات الاختيار المناسب بالنسبة لنا رقم ب، اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، هو الاختيار الصح بالنسبة لنا. نقطة 14، نحن، وعايز نحط مكان النقاط حاجة، على العملية التعليمية نستهدف كل ما فيه النفع. طبعا هنا نحن معشر القائمون، ما ينفعش اقول القائمون، مفروض ان القائمون هنا الاعراب بتاعها مضاف اليه، فكان يقول نحن معشر القائمين. نحن ايها القائمين ما ينفعش، لان بعد ايها وايتها نعت مرفوع، فكان المفروض يقول نحن ايها القائمون، ما ينفعش القائمين. نحن قائمين ما ينفعش، لان هنا جيالي نكرة، يبقى الوحيدة اللي صح بالنسبة لنا رقم دال، نحن القائمين، على اساس ان هي مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص منصوب وعلامة نصبه الياء. تمام. نقطة 15، المختص المعرف بالإضافة، يعني بعديه مضاف إليه. نحن المعلمين، لا، المختص هنا معرف بأل. نحن حراس الوطن، أيوة هي دي اللي معرفة بالإضافة، جاي بعدها معرفة، يبقى الاختيار المناسب بالنسبة لنا هو الاختيار باء. إن أيها الأصدقاء، لا، ده هنا المختص على صيغة أيها وأيتها. نحن أيتها الفتيات برضو، لا، لأن المختص هنا جاء على صيغة مين أيتها، يبقى الاختيار الوحيد بالنسبة لنا اللي صح هو الاختيار رقم ب. وصلنا مع بعض لنهاية المحاضرة ونهاية أسلوب الاختصاص، يا رب تكونوا فهمتوا مننا أي حاجة، ولو حتى حاجة صغيرة، ما ننساش شير، لايك، سبسكرايب، سيب لنا تعليق بأي حاجة، شارك القناة مع أصحابك، شارك الناس مع القناة مع الناس كلها، واستنى المحاضرة اللي جاية اللي هيبقى فيها إن شاء الله تعالى النحو واستكمالا للنحو وهو أسماء الأفعال. يلا بينا شباب، وصلنا للنهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.